غاب لستة أيام عن أهله ثم عاد لهم بتابوت. المخرج السينمائي لؤي فاضل يشيع من منزله ببغداد بعد انتشاله من نهر دجلة غريقا، كما يتحدث لنا شقيقه. يوم الصبح لقيناه بالطب العدلي، ورحت استفسرت من موضوع الطب العدلي، قالوا لي لازم مات شرطة الصالحية. توجهت الشرطة الصالحية، قالوا لقيناه بالشط، شرطة النهرية طلعوا من المي غرقان، يعني غرقاني. بعد ما عندي أي تفاصيل غير. ستة أيام كست سنوات مرت على عائلة المتوفي عند اختفائه، ثم جاءهم النبأ الأسود بوجود جثته في الطب العدلي دون معرفة أسباب الوفاة، كما يقولون لغاية الآن. والله فاجعة، فقد قبل 6 أيام واليوم 7، أي معلومة كانت ماكو عندنا، لحد ما توصلنا أنه هو بالطب العدلي ورحنا استلمناه، وإجراءات كانت يعني جيدة الحمد لله، بس سبب الوفاة لحد الآن ما معروف. أي والله روح اندفع الدين نجف اندفع. أي يوم الثلاثاء اختفى عندنا هو، واليوم الصبح راح تختفى ونسيبنا لقوا بالطب العدلي. هذا صار بعد ما نعرف أي إجراءات، ما نعرف كل شيء، ما نعرف على شيء. وبين انتحاره أو غرقه ما تزال حقيقة وفاته غائبة، فيما وجه وزير الداخلية بعد العثور على جثته بتشكيل فريق عمل لمعرفة ملابسات وفاة المخرج لؤي فاضل. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.